اهلا بيكم من جديد في فقره سهم وقوس. بروح الفانيلا البيضه وخطين حمر، استعاد الزمالك توازنه وحول مصيره بايده زي ما كنا بنتكلم قدام فيوتشر من خساره جديده مؤلمه بهدفين، وربما كانوا يبقوا اكتر كمان من كده، لفرحه رائعه بسيناريو 90 بلس. كنا في امس الحاجه لبدء بقى مرحله جديده بالشكل الامثل، خصوصا واحنا داخلين على سلسله تحديات مختلفه ما اصعبها طبعا واهمها خلال شهر مارس اللي احنا فيه. وللحديث بقى بشكل مفصل وتحديد كيفيه البناء على المكسب بتاع امبارح للي جاي محليا ثم افريقيا، بيسعدنا طبعا يكون معانا في سهم وقوس في برنامجنا النهارده نجم الزمالك ومدربه السابق بقطاع الناشئين كابتن محمد احمد. اهلا بحضرتك يا اهلا بيك. اهلا وسهلا. الله يكرمك. الله يكرمك. قبل ما نبتدي تحليل ماتش امبارح فنيا قدام فيوتشر، شايف اهميه الفوز قدام فيوتشر امبارح فنيا ومعنويا للعيبه والجهاز الفني؟ اهميه قصوى، يعني انا بتكلم زي ما بيقولوا كده، ضربنا اكتر من عصفور بحجر واحد. حاجات كتيره قوي هتسمع في المكسب ده، ومن الدقيقه 94 للدقيقه 95 كان في انطباع، وبعد الماتش في الدقيقه 95 في انطباع تاني خالص، ومكاسب كبيره قوي 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 قوي. لو فضلت الدقيقه 94 وكملنا عليها، لا احنا كنا هنشوف حاجات كتيره قوي ما كانتش هتسعد جمهور نادي الزمالك ولا جهاز الفني لنادي الزمالك اللي بيشتغل النهارده بقياده الكابتن اسامه نبيه وعبد المقصود كابتن صوده، والجهاز اللي هيجي كمان اللي هيشتغل في الفتره اللي جايه القريبه قوي ان شاء الله، اللي اتمناها تبقى محسومه يعني ان شاء الله باذن الله. فمكاسب كتيره كتيره بعد الماتش، لا لو انا شفت الماتش ما كنتش هشوفه بعيني ولا بقلبي، انا شفته بعقلي بالمكاسب اللي نادي الزمالك اتحصل عليها من الثلاث نقاط اللي اخذناهم. مكاسب كبيره قوي 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 يعني. طيب اولى خطوات كابتن اسامه نبيه شفتها ازاي؟ حيث الاداره الفنيه للشوط الاول، بعدين يمكن محاولته لاصلاح بعض الاخطاء في الشوط الثاني، شفت اولى خطواته ازاي؟ انا شفت اولى خطواته اول 10 دقائق، شفت الفلاش باك اللي على مدار شهرين فاتوا كان في شيء من السلبيات اللي كان اثرها واضح على الفرقه في الفتره اللي فاتت، هو ورث ال 10 دقائق الاولانيين. بعد ال 10 دقائق دخل الماتش بحاجه ثانيه خالص، اعتقد ان كان ربنا سبحانه وتعالى كتب له التوفيق فيها، ويمكن انا شفتها كانت حاجه مهمه قوي 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 فنيا. انا بتكلم على كابتن اسامه نبيه معنويا ونفسيا. لو انا مكانه انا وارث حاجه عايز اشتغل عليها. فهو 10 دقائق 12 دقيقه جولين، امر صعب قوي على اي مدرب اي مدرب ماسك الفرقه دي لسنتين ثلاثه، لكن هو بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى برضه، والتوفيق معلش يعني كلمه ما تقللش من نادي الزمالك او من الكابتن اسامه او من الشغل اللي عمله اثناء الجيم، لان التوفيق ده برضه ما بيروحش لاي حد، هو بيروح للي اشتغل. احنا الماتشات اللي فاتت كور في العارضه واكتر من 6-7 كور او 10 كور في الفتره اللي فاتت ما بتدخلش، فبنسال نفسنا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى عادل، هو ادخر الكابتن اسامه نبيه في ماتش زي الماتش كان بتاع امبارح يعني. احنا كمان شفنا بعد كمان الجولين بتوع فيوتشر كابتن اسامه واقف على الخط بيقول معلش، يعني حتى اللقطه جت وهو بيقول معلش للعيبه وبيدعمهم وبيشجعهم، فهو فعلا في فتره صعبه جه للزمالك في وقت تخبط في تلعثم زي ما حضرتك ذكرت، في تعادل وراه خساره، تعادل وتعادل وراه خساره، ففكره انك تحول او تكسر النحس زي ما بنقول بتاعه الخساره والتعادل، ان احنا النهارده طالعين بنقول مبروك النقط حتى لو ما كانش في اداء، بس دي فعلا مهمه صعبه ويمكن حاجه تدي شويه تفاؤل للي جاي. لا اللي جاي بامر الله هيبقى سهل قوي، يعني انا مش قلقان على كابتن اسامه او الجهاز اللي هيجي هيبقى يتولى قياده نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، مش هقلق عليهم خالص. احنا عندنا الماتيريال اللعيبه اللي ممكن تطلعنا من الفتره اللي فاتت، عندنا لعيبه كويسه قوي قوي قوي. الاوراق كانت متلخبطه بس الفتره اللي فاتت، هترتب اللي هيجي هيرتب الاوراق، بزائد امور بره الملعب بامر الله انا متاكد ان اداره النادي والمشرفين على الكوره في النادي هيبقى شغلهم الشغل ان هم يحلوا المشاكل اللي بره الملعب اللي هتنعكس بكره في الماتش اللي جاي بتاع الجونه، هتلاقي انعكاسات، هتلاقي فرقه نادي الزمالك دست على زرار بقى 8.9 من 10. فدي راجعه ان انت اصلا عندك الخامه اللي ممكن تطلعك من الحته اللي كانت كنا موجودين فيها. بعد الدقيقه 95 هتلاقي كل المشاكل سهل حلها، غير في الدقيقه 94 لو كان قبل الموضوع انتهى النهاية. بالتعادل لو صحيح. كان انتهى بالتعادل كنت هتشوف المشاكل صعب انها تتحل، لكن في الملعب اعتقد بامر الله كابتن اسامه والجهاز اللي ان شاء الله النادي هيتعاقد معاه ومتعاقد معاه
هتبقى الامور سهلنا عليهم كتير قوي 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 بالثلاث نقاط اللي احنا اخذناهم في الماتش اللي فات ده. نهائي. طب حضرتك المدير الفني اللي ان شاء الله يتم اختياره قريب، يعني اعتقد مش هنطول في الموضوع ده، شايف يكون مدير فني اجنبي ولا مصري؟ هو اللي هيدي نادي الزمالك، يعني هو انا لو حكمت عليه من الاول مين اكتر واحد عنده العطاء، في مدربين مصريين، بس الموضوع محسوم بالنسبه للاهلي والزمالك ان هم بيفضلوا ان يجيبوا مدير فني اجنبي. اعتقد بسم الله ما شاء الله الاداره عندها من الوعي ان هي احنا في نص موسم، مش هتروح تجيب حد تغامر بيه ويكون اول مره يشتغل في الشرق الاوسط او في افريقيا او في مصر على الخصوص. فاعتقد بامر الله هيبقى متحضر حد مميز هيجي، مش هياخد وقت يعني. مين ممكن مثلا حضرتك، طبعا راي حضرتك وحضرتك رمز من رموز نادي الزمالك فاكيد رايك مهم، ترشح مين يكون موجود معانا في الفتره دي، في فتره الانتقاليه من موسم لموسم ومن تخبط لتدينا الانتصارات امبارح، ترشح مين؟ يعني هيبقى سؤال صعب عليا، لكن لما بقول على 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 حد نجح في نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت نجاح كان واضح قوي قوي قوي، خد بطولات وفي اوضه اللبس ومع المدربين ومع الاجهزه الفنيه ومع قطاعات الناشئين كان مسمع، وحد يعني لما اسمه بالذكر في نادي الزمالك بيبقى يعني اسمه محترم، يعني اسمه يحترم فنيا. فيريرا مدرب كويس، اتمنى 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 بامر الله ان شاء الله الفتره قريبه قوي لما يجي تبقى يدخل يشتغل بسرعه، هيدخل يشتغل بسرعه. وميزه ان الكابتن اسامه ومعاه الكابتن عبد المقصود متواجدين، اعتقد يعني هيبقوا جيد بالنسبه له كويس في سرعه اندماجه وتاثيره على الفرقه بامر الله. ما انا طبعا ما اعرفش مين اللي جاي، بس انا لو قلت فيريرا ف بامر الله ان شاء الله تبقى ليه بصمه ان شاء الله. وحضرتك ذكرت فعلا ان في لجنه ثلاثيه على اعلى مستوى هيتم اكيد اتخاذ القرار بناء على جوده المدير الفني، بناء كمان على تفهمه للملعب المصري، تفهمه كمان لكيان بعظمه نادي الزمالك. طب نرجع للملعب، رزاق سيسي احنا في الاول كان مستوى حلو قوي، رجع من الاصابه طبعا بعد ما تم تجهيزه من قبل الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه، وكنا مبسوطين بادائه. كاس الرابطه يمكن كان من المكاسب القليله اللي طلعنا بيها هو وعواد وبعض من الناشئين. امبارح شايف ان هو ده مستوى؟ يعني لا، مش هو ده مستواه ومش هو ده اللي منتظر منه. ولما تيجي تكلميني على رزاق سيسيه كان في الاتحاد بسم الله ما شاء الله بيأدي بصوره، وقلنا هيجي هيفرق وهيكون له مكانه ممكن يعتمد عليه يعني. لكن اللعب في الاتحاد واللعب في الانديه اللي ما عندهاش ضغوط، بتلعب على مسابقه، بتلعب على دوري، بتلعب على بطوله افريقيا، لازم اللعيب اللي يجي لي رزاق سيسيه لازم يتحط له برنامج في الاداء بتاعه. اداؤه المفروض يكون 1 2 3 في الاماكن دي. انا بحط له البلان اللي بيشتغل عليه. ممكن احس ان هو في الماتش اللي فات وفي الماتشين الثلاثه اللي فاتوا هو في شيء من العشوائيه شويه، هو مش عارف عايز يعمل ايه او بيفكر ازاي او محضر، فنسبه التركيز او الاعداد الذهني للراجل لا اشوف ان هو قليل قوي، بزائد ان هو الولد صغير مش كبير قوي يعني. لكن فانا بيلعب في نادي الزمالك في 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 يعني في كل حته في الملعب، انا بطلب من الراجل اللي بيشتغل وبقول له لا هنا هتعمل كده وهنا هتعمل كده وهنا هتعمل كده، وفي اللمسه الاخيره انا بديله فيها الحريه يشتغل فيها زي ما هو عايز. فدي نقطه مهمه جدا في التعامل مع اي حد انا بطلعه اعاره او مع ناشئ انا بقدمه للفرقه. لا، لازم اكلمه واللي فيه طلبات بطلبها منه، وفي اعداد ذهني واعداد نفسي انا قبل ما اشتغل لازم يكون الدعم مهيئ لحاجه زي كده يعني. نهائي. لكن ما ينفعش ان انا بنزله الملعب بناء على فلاش باك كان بيلعب في الاتحاد فبيعمل 1 2 3. لا، حضرتك فعلا لخصت يمكن ايه سبب اختلاف رزاق سيسيه مستواه مع الاتحاد والزمالك، ان طريقه لعب الاتحاد فعلا يمكن ما فيهاش خطط قوي، يعني الموضوع بيبقى اكثر عشوائيه شويه من نادي الزمالك. لا، خليني ما اقولش عشوائيه، بس خليني اقول ان اللعيب لما بيلعب في الاهلي وفي الزمالك هو عنده تارجت المكسب، عندي المكسب. فموضوع المكسب ده رزاق ممكن مثلا يطلع كويس قوي وهو جايب جول وخسران 3-1 وهو اللي جايب الجول فيطلع لا ده كان كويس، لكن انا النهارده هو جايب جول وانا خسران في نادي الزمالك مش هتعني بالنسبه لي كتير. فتقييمي ليه ان لازم اللعيب
يبقى في مهام قدامه ويبقى عارف نازل يعمل ايه. انا بقول لحضرتك محمد صلاح وميسي وكل اللعيبه دي ما بتنزلش تيجي تلعب من بيتها. لا، ده في مدير فني بيحط اطار ويشتغلوا عليه، وفي القدرات الفرديه دي في حتت معينه ميسي بيلعب فيها زي ما عايز. يعني ربنا سبحانه وتعالى موهبه. لكن هو في الاصل في اطار الفرقه تشتغل فيه، حتى لو كان في الفرقه ميسي او محمد صلاح او اي حد يعني احنا بيبهرنا اداؤه يعني. طيب يعني اخيرا كده رساله للعيبه بالذات الفتره اللي جايه، عندنا مشوار مهم في الدوري بدايته كانت امبارح، وعندنا كمان ماتش الجونه يوم الاثنين، عندنا مشوار افريقي بدايته مع الوداد، وعندنا ساجرادا في القاهره وبترو خارج القاهره. رساله حضرتك للعيبه. هي في رساله ربنا سبحانه وتعالى امبارح، يعني انك بتجيب جول في الدقيقه 95، وسوري في الكلمه هو ما حطهاش وحاططها وطالع وراكب وحاطط ومنشن وداخله في الزاويه الشمال. احنا اصلا في الاخر مش عارفين مين اللي جابها من شاري من عطايا ربنا امبارح، من عطايا ربنا، بس هي رساله من ربنا سبحانه وتعالى انك اتعب واعمل اللي عليك وسيب النتيجه دي. ربنا سبحانه وتعالى عادل، هيكافئك بالنتيجه اللي انت تستحقها واللي انت تعبت عليها. فلا، هي الرساله واصله من امبارح ان الجول يجي في الدقيقه 95 وبالشكل ده. لا، هو رساله قويه، اعتقد اللعيبه تفهم منها كتير، وبامر الله الدنيا هتبقى اسهل بكتير في شغل في الملعب وفي شغل بره الملعب بيتعمل وهيتعمل. اعتقد بعد الثلاث نقاط دول هيبقى الموضوع سهل قوي قوي قوي، تروحي تعدلي وتحسني وتشتغلي والموضوع هتبقى نتائجه هتبقى احسن واسرع بامر الله، لان الماتش اللي جاي في الدوري بامر الله تعملي، انا اعتقد بامر الله هنأدي بصوره كويسه ان شاء الله، ربنا يكرمنا فيه. يعني هينعكس على افريقيا، وهتبص تلاقي ان الثلاث نقاط بتوع امبارح دول زي ما بكلمك سمعوا في سنه كامله في بطولات كمان ان شاء الله. يعني ان شاء الله عموما النقاط اللي احنا طلعنا بيها ولسه ان شاء الله هنطلع بيها تكون مصدر تفاؤل لينا. طبعا بشكرك جدا جدا نجم نادي الزمالك سواء كلاعب او مدرب، شرفتني جدا. انا بهني جمهور نادي الزمالك والجهاز الفني بقياده اسامه نبيه واداره النادي وكل زملكاوي بهنيه على الماتش بتاع امبارح، وان شاء الله بامر الله الزمالك للاحسن دايما ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا نهارك أبيض.